لم يكن للمجتمع تأثير، لأن الإرادة تعطي دافعا حقيقيا للكفيف. هذا الدافع قد يفقده الكفيف إن لم يختلط بباقي شرائح المجتمع. ويجب أن لا نكون مجهولين عند الطرف الآخر بأي شكل من الأشكال، وبذلك نستطيع أن نكون داخل المجتمع، وبذلك تتحقق إرادة الكفيف في أن يكون مواطن من الدرجة الأولى وليس كما أراد المجتمع أو اعتاد أن يراه في أماكن لا يحبها المجتمع ولا حتى الكفيف، ولكنه قد يكون أجبر عليها. اليوم العالمي للعصا البيضاء يحتفل به العالم من أقصاه إلى أقصاه، وقد تكون تلك اللغة موحدة للكفيف. كقريب حسين المالكي فليتفضل مشكورًا. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء نرحب أجمل ترحيب بضيوفنا الكرام. أرحب بالشيخ الجليل فارس الساعدي وبالدكتور جاسم الطعان وبكل الحضور الكرام، من الأستاذ جمال إلى الأستاذ عماد إلى أهل البيت، الأخ المبدع الفنان نزار كاظم، والإذاعي الإعلامي المبدع الأستاذ حيدر البصير،